الضوابط هي ان الخبر اللي انا بكتبه يكون صادق ويكون فيه اثبات عليه. يعني انا ما بقولش مثلا ان الشرطه تعدت على المتظاهرين في شارع كذا وكذا وخلاص، لا، لو في بنشر معاها صور بتظهر الموضوع، ما يبقاش في مجال للانكار او ان حد يقول لا ده الكلام ده ما حصلش او وائل بيكذب. هل انت شايف ان المدون ممكن يكون على الحياد؟ هو اي حد صحفي او مدون او مذيع او اعلامي طالما قدم خبر وقدم ما يدل على هذا الخبر او ما يوثق هذا الخبر فهو على الحياد، حتى لو كان هذا الخبر بيهاجم النظام او بيهاجم اي شخص، طالما عندك الدليل على او الاثبات على هذا الخبر فانت على الحياد. بس في مدونين بيخدموا تيارات سياسيه معينه، في مدونين وده بيوضح قوي يعني، وفي قنوات فضائيه بتخدم سياسات دول واجهزه مخابرات، وفي جرائد مطبوعه بتمول من تيارات سياسيه، ده موجود. بس في مدونين برضو بيكتبوا اراء شخصيه بحته، يعني بيتكلموا على، هي المدونه بالاساس هي شيء شخصي، يعني هي مدونه او بلوج، هي عباره عن دايري حد بيكتب فيها ملاحظاته او يومياته او حاجات زي كده. ده كان بدايه او اساس المدونات في الاول، فهي ما نقدرش ان احنا نبعدها عن الجانب الشخصي ونلزمها انها تكون صحيفة بروفيشنال او وسيلة اعلامية بروفيشنال. طب معلش، هو سؤال شوية بياخدنا من الاول. علياء بعت لنا اس ام اس وبتسأل ازاي نقدر نعمل مدونة. المدونة عملها بسيط جدا، هي زي اي حد قادر يعمل ايميل دلوقتي ممكن هو يعمل مدونة. في مواقع بتوصل خدمة مجانية، بيخش بيسجل اسمه، بيعمل يوزر نيم وبيعمل باسورد، وعن طريق اليوزر نيم والباسورد دول بيخش بدل ما يكتب في صفحة الكومبوز اللي هي بتاعت الايميل بيكتب في صفحة مشابهة ليها وبيدوس زرار اسمه بوست. الزرار بتاع البوست ده بينشر الحاجة اوتوماتيكيا على الصفحة الأولى بتاعته في المدونة. فالموضوع فيها بسيط جدا. في ناس بقى بتحب إنها تزوق المدونة، تعمل فيها شغل جرافيك، تعمل فيها أكواد، تعمل فيها خدمات أخرى. ده هيحتاج شويه برمجه وشويه خلفيه عن الجرافيك، لكن الاساسي بتاع المدونه شيء بسيط جدا، اي حد ممكن يستخدمه حتى لو ما بيعرفش حتى اللغه الانجليزيه، لان في مواقع دلوقتي بتقدم المدونات باللغه العربيه. الموضوع بقى سهل دلوقتي. طيب من احدث الحاجات اللي على المدونه بتاعتك شفناها امبارح، كان في لقاء مع الداعي الحقيقي للاضراب اللي كان على فيسبوك، اضراب 6 ابريل. تمام. عايز اعرف ايه تفاصيل اللقاء ده، وفين الشخص ده موجود فين دلوقتي؟ هو شخص حر طليق حاليا، يعني بيمارس عمله، بيمارس برضه نشاطه السياسي لو قدرنا نسميه نشاط سياسي. هو انا فوجئت بالناس بتشوفه، مش مكتوب اسمه؟ احمد ماهر. احمد ماهر صح، مهندس احمد ماهر. اوكي، مش اسراء يعني؟ لا، هو اسراء كانت متشاركه في اداره الجروب، بس انا ازعم يعني ان هو كان عن العبء الاكبر، لان هو اكثر واحد كان بيبعت رسائل واكثر واحد كان بيدعو لاضرابه، كان متحمس ليه جدا، وبهذا السبب اصلا يعني اداره الفيسبوك لغت الاكونت بتاعه لان اعتبرته سكامر، يعني الواحد بيبعت رسائل كتير فده شخص مزعج يعني. فجالي تليفونات من فتره كتير ورسائل محمود بتقول ان احمد ماهر مختفي، احمد ماهر مش لاقينه، مش عارفين نوصل له، بنتصل بيه ما بيردش. اكتشفنا بعد كده ان هو كان في امن الدوله فعلا، ان هو خطف من الشارع من سيارته واخذ على قسم شرطه القاهره الجديده، ضرب وعذب وعصبت عيناه يعني، وبعد كده اخذوه على لازوغلي يكملوا معاه وحاجات زي اللي بتحصل في، بنشوف في افلام الكارلك واحنا في الاتوبيس والحاجات دي يعني. كل ده علشان ياخدوا الباسورد بتاعت الجروب بتاع الاضراب على الفيسبوك. بس هو دلوقتي موجود وبيشتغل و... تمام. طيب بعض المدونين بياخدوا عليك ان انت بتحس ان ظهورك او هما بيحسوا ان ظهورك في وسائل الاعلام انت بتعتبره انجاز وبياخد مساحه على المدونه بتاعتك. اولا انا دلوقتي مش طالع معاكم علشان اغني بصوتي الوحش او علشان اترقص مثلا بجسمي اللي مش حلو يعني. وبعدين انا دلوقتي طلعت معاكم لان انتوا اتصلتوا بيا عشان اطلع، مش انا اتصلت بيكم وقلت لكم ايه والنبي يا جماعه طلعوني في ايه هنا ليش اطلع عندكم قوي. ما هو هل انا طالع بقول كلام هايف؟ هل طالع انا طالع بقول اراء او بقول بتكلم عن احداث حصلت او بتكلم عن حاجه مهمه؟ فبالتاكيد في ناس مهتمه انها تسمع الكلام ده او تشوفه، لان كمان انا في ناس بتجيلي طلبات يعني، على عكس ما انت بتقولي في ناس من كندا او من الولايات المتحده او من استراليا ما بيوصلهمش البث بتاع القناه مثلا بتاعت او تي في،
فانا لما بسجل وبنشر عندي في المدونه هم بيتمكنوا ان هم يشوفوا الحلقه اللي فاتتهم اللي ما عرفوش يشوفوها وتقول ان ده بيبقى بناء على طلب الناس وفي نفس الوقت انا بعرض كلام انا قلته لانه قلته فعلا انا ما بدونش بالفيديو الوسيله الوحيده اللي ادون فيها بالفيديو ان انا اطلع في برنامج واقول الكلام عليه لانك كتبته في المدونه بالظبط. هل انت مع ما يسمى بميثاق شرف التدوين؟ لان انا برضو شفت امبارح مدونه مسكاك يعني في سب وقصف ومين هو وائل عباس وكلام بقى زي ما انت عايز. هل انت مع 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 الفكره يعني الهجوم ده احيانا بيكون من ناس مش متفقه معايا في الراي او من الجهات الامنيه للاسف. يعني في جهات امنيه متخصصه في ان هي تعمل الكلام ده في ناس مش متفقه معايا في الراي سياسيا او دينيا او لاسباب اخرى. يعني انا مع ان كل واحد حر ان هو يقول رايه بس بعيد عن السب والقصف والشتايم. لا ما هو بالتاكيد السب والقصف والكلام ده حاجه مش مرغوب فيها او حاجه مش محبذه وحاجه مش مستساغه وبتفقدك مصداقيتك. لان انت ممكن تقول على واحد ان هو حرامي بس بالادله او تقول ان هو مغتصب او بلطجي بس بتتوفر الادله اللي بتثبت هذا الكلام. موضوع ميثاق الشرف ده انا شايف ان معظم الناس اللي بتنادي بيه هي ناس عايزه تحجم بهذا التدوين، عايزه تقضي عليها. يعني انا ما شفتش مخالفات على في ميثاق التدوين في مصر تستحق ان احنا نقول ميثاق شرف ومش ميثاق شرف. يعني المدونات كان ليها انجازات في كشف قضايا تعذيب وفي كشف موضوع التحرش الجنسي وفي كشف تزوير الانتخابات وفي كشف العنف الامني في قمع المظاهرات السلميه وكشف حاجات كثيره جدا. فالمنجزات غلبت على اي مساوئ موجودة. فبالتالي ايه الداعي ان احنا دلوقتي بندعو لتدوين نظيف وتدوين اعتقد ان انت زي ما انت عايز حرية مدونتك من حق الاخرين ان هم يكون عندهم الحرية ان هم برضو يعبروا عن رأيهم بس مش من خلال السب والقذف لان لو هيكون من خلال السب والقذف فده بيضعف اساسا اللي بيعمل كده ده بيبينه ان هو شخص ضعيف. اللي بيعمل ده مش وائل بشكرك جدا تنورتنا وكل التوفيق ان شاء الله. اشكرك جدا. بنشكر الاستاذ وائل عباس صاحب مدونه الوعي المصري. شكرا على تواجدك معانا. بنشكركم مشاهدينا. الفقره اللي جايه هتكون نقاش حول منتدى دافوس مع الشريف والكاتب الصحفي خالد صلاح لكن بعد الفاصل.